شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الدلو بالأسبوع الأخير من شهر أب أغسطس 2024؟ يا عزيزي، في مغامرات مالية بأول هالأسبوع، أو أنت كأنك هيك بدك يا بورصة يا شي مالي يا شي تجاري، بدك كتير تكون مهتم فيه. استفيد من تيار الحظ بين الخميس 22 والسبت 24 حتى تحقق بعض المشاريع المهنية الكبيرة، ولو أنك بتواجه صعوبات وبتدرك أهميتها بين الأحد 25 والثنين 26. بتعرف أنه لازم تهتم كمان بصحتك وبصحة أو بصحة أحد المقربين بهاليومين. إذ يمكن يكون في عارض غير منتظر يمكن يطرأ، حسوب حساب لكل شيء هلأ، ما تتهور. بيبرز أمل كبير رغم هالشي بين الثلاثة 27 والأربعة 28 لتحقيق رغبة غالية عليك. يمكن تعتقد بين الخميس 29 والسبت 31 إنك أسديت نصيحة مسلة أو أعطيت فكرة هائلة للمحيط، بس الطرف الآخر يمكن يواجهك بقناعة مختلفة ورأي آخر، ولازم تتقبل هيدا الموضوع بهدوء. بهالأثناء بتكتر الاهتمامات وعمليات الإبداع، فإذا كنت فنان أو خلاق بيسقط عليك الوحي، بتقدم إنتاج مذهل ويمكن يكون للشريك دور بهالشي يوم السبت 31، إلا أنه هيدا اليوم بيولد بعض الانفعالات فحاذر.